السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، أهلا بالأنيقات الجميلات. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن حال، عندنا تنسيقات عصرية جديدة وأنيقة. فأي لك أنت مهتمة بموضوع الموضة، ما عليك إلا تنضمي لهذا القناة باش يوصلك جديد وتعرفي على جديد ديال الموضة. فكما كتشوفوا معنا هاد النوعيه تاع الفساتين اللي كتجي مريحه، هاد النوعيه ديال اللباس اللي كيجي مريح. شوفوا معايا الخديمه ديالو كيف دايره، وكذلك هاد البيسه هادي كما كتشوفوها معايا فيها واحد التناسق ديال الالوان اللي هو رائع. وكذلك المشوه هاد البيسه هادي كما كتشوفوها معايا، فهي باللون الرمادي مع البنفسجي، جات غزاله ما شاء الله. وبالنسبة للسيدات اللي كيعشقوا اللون الأسود، شوفوا معايا اللبسة هذه اللي جات أنيقة ورائعة، الصلة ديالها كيف دايرة، والخدمة ديالها كذلك، والتوب كذلك باش مخدومة. وهذا الموديل أو هذا النوع تاع اللباس شوفوا معايا، اللون الأخضر مع اللون الأصفر اللي جا رائع. ومشوا كذلك لهذه اللبسة هذه الأنيقة الجميلة اللي تقدر تلبسيها في المحاضرات او في المناسبات كذلك. شوفوا معايا الخدمة ديالها كيفاش مخدومة كذلك، فهي باللون الاحمر بالنسبة للسيدات اللي كيعشقوا هذا اللون. فهنا على فيديو كيقربكم اكثر لهذه اللبسة هذه، وكذلك الخدمة ديالها. نمشيو لهاد الخدمه هادي ديال هاد لاشوميس، شوفوا معايا طريقه الخدمه كيفاش دايره، كي جات غزاله في اللبسه كذلك. وهذه كذلك هذا نوع اخر ديال الشوميز، شوفوا معايا الخدمه ديالها في الكميمات وفي عند الصيفات اللي جات انيقه. بالنسبة لهاد الغوب هادي كذلك كما كتشوفوها معايا، فيها غوب او لا شوميز بالبنطلون ديالها. فهنا على فيديو كما كتشوفوها معايا كنقربكم اكثر لهاد اللبسه هادي كيفاش مخدومه كذلك، وكيفاش ملبوسه، طريقه الخدمه ديالها كذلك. وهاد نوعيه تاع هاد اللباس شوفوا معايا، شوفوا معايا الخديمة كذلك كيفاش مخدومة. هنا لون صنبل درت معاه فولار بالأسود، لأنه مخدوم بالأسود. شوفوا معايا الأناقة، فكنتمنى يعجبكم الفيديو، فإلا عجبكم ما تبخلوش عليه بالضغط على زر إعجاب. شوفوا هذا لونسومبل كذلك اللي كيجي بالطنورة، شوفوا معايا كذلك جا سامبل في اللون لورانج. شوفوا معايا الخديمة ديالها كذلك جات غزالة. ومشوا هذا الموديل هذا كما كتشوفوه معايا، شوفوا معايا خدمه تا هو مختلف على اللي شفنا من قبل. شوفوا معايا الخدمه ديال لاشوميز ديالو، لو بونطالون اللي جا واسع، جات غزاله هذه اللبسه. شوفوا معايا الخدمه ديالها كذلك فوق الكتاف، وكذلك هذه الخدمه هذه اللي جات في الصدر. Thank you.
ومشو هاد الجلبة هادي اللي جات أنيقة وجات سامبل في الخديمة ديالها وجات أنيقة في اللبسة ما شاء الله. شوفوا معايا هي لبستها مع البنطلون اللي كيجي مجموع شوية. شوفوا معايا الخديمة ديال هاد الجلبة هادي. وشو هاد نوعية تاع اللباس اللي كيجي مريح وكيجي انيق في اللبسة بالنسبة للسيدات المحجبات اللي كيعجبهم هاد النوعية ديال اللباس. ونشوفوا هاد اللبسة هادي كذلك اللي كتجيب بالبنطالون بحال التنوره. شوفوا معايا طريقه الخديمه ديالو كي جات غزاله ما شاء الله وبلا شوميز اللي جايه طويله ما شاء الله. فاللبسه هنا كتجي غزاله في اللبسه. هنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد اللبسه هذه. ومشو هاد النوعيه تاع اللباس كذلك اللي كيجي مريح في اللبسه ديالها. شوفوا معي طريقة الخديمة ديالها كذلك. شوفوا معي فهنا الفيديو كيقربكم أكثر للخديمة ديال هاد اللبسة. فهنا مجموعة ديال اللباس بالنسبة للسيدات المحجبات. فهنا الفيديو كنجيب لكم آخر ما كان في الموضة. فكنتمنى الفيديو كذلك عجبكم. ومشو هاد الكسوة هادي اللي كتجي بهاد الشكل هذا. شوفوا معايا طريقة الخدمة ديالها اللي كتجي سامبل كتجي كذلك مريحة في اللبسة ديالها.
وهاد لا شوميز هادي تاع هي اللي كتجيب البنطلون. شوفوا معايا الفولار اللي درت معها وكذلك صبيبيت اللي درت مع هاد اللبسه هادي، فجات انيقه ما شاء الله. فكنتمنى يعجبكم لا فيديو، فيلا يعجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب، وما تنساوش تفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد تاع هاد القناه.